الإعلام الفاسد سنكون لهم إن شاء الله تعالى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعرض جديد لأهم الأنباء نقدمه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر. يتوافد أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وعدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية أمام جامعة القاهرة للمشاركة في المظاهرة التي دعت لها القوى الإسلامية لتأييد الإعلان الدستوري ودعم قرارات الرئيس محمد مرسي. كما انضمت عدة مسيرات انطلقت من أنحاء مختلفة بالقاهرة إلى المظاهرات بمحيط جامعة القاهرة لتأييد الإعلان الدستوري. هذا وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مظاهرة أخرى بساحة مسجد عمر مكرم بمحافظة أسيوط بمشاركة أنصار التيارات والأحزاب الإسلامية بالمحافظات الجنوبية. كما توافد المتظاهرون عقب صلاة الظهر أمام مسجد القائد إبراهيم لإعلان تأييدهم للإعلان الدستوري وقرارات الرئيس الأخيرة. وقد وقعت اشتباكات محدودة بين مؤيدي الإعلان الدستوري وعدد من الرافضين الذين أعلنوا عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم في عدة أماكن بالمحافظة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير. وعبر الهاتف ينضم إلينا من الأسكندرية الصحفي محمد جمعة. إذا محمد، أنقل لنا الأجواء في الأسكندرية الآن. بنا نحن الآن في محيط مسجد القائد إبراهيم، حيث احتشد عدد كبير من المظاهرين عقب صلاة الظهر لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة وتأييد الجامعات التأسيسية والإعلان الدستوري. منذ قليل حدثت مناوشات هنا بين مؤيدين قرارات الرئيس، وقال المعارضين انهم لم يشتبكوا معهم، لكن الذين اشتبكوا مع المؤيدين مكتوبين ولكنهم ليس تبع المعارضه. المظاهرات الان المؤيدين والمعارضين في نفس ساحه ميدان القائد ابراهيم بالقرب من بعض. هناك تعزيزات امنيه وصلت الان من قوات الامن المركزي تحسبا لاشتباكات قد تحدث او قد تؤدي او اي شيء او اي مناوشات ممكن ان تؤدي الى اشتباكات. نعم، هل من المتوقع ان تزيد اعداد المؤيدين او المعارضين؟ هي نعم، المعارضين قالوا انهم سيخرجون في مسيرات عقب الساعه الخامسه في مسيرات الى منطقه السيدي جابر ليعلنون انهم موجودون في الشارع ويعلنون رفضهم عن الاعلان الدستوري والجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور. نعم، شكرا. يعني ادينا الان قوات الامن المركزي وقيادات امن مركزي جاءت هنا الى محيط ميدان تعزيزات امنيه تحسبا للاشتباكات، لكن الوضع الان هادئ ولا يوجد اشتباكات. نعم، شكرا جزيلا. الصحفي محمد جمعه كان معنا من الاسكندريه. على الجانب الآخر، تواصل عدة قوى سياسية وتيارات ثورية الاعتصام في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير، وذلك غداة جمعة حلم الشهيد التي دعت لها هذه القوى للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري ولرفض مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية. ودعا الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور في بيان ألقاه أمس في الميدان، دعا إلى العودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني جاد، واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقد لشرعية التوافق على لجنة تأسيسية تمثل كافة المصريين. أكدت جبهة الإنقاذ الوطني التزامها برفض الإعلان الدستوري، وقال بيان للجبهة إن قادتها سينضمون لمعتصمي ميدان التحرير، مؤكدة على حق الجبهة في استخدام ما وصفه البيان بخطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني حتى إلغاء الإعلان الدستوري. أكدت مصادر الجزيرة مباشر مصر أن الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني ستسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس محمد مرسي في احتفالية تعقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تمهيدا لدعوة الشعب للاستفتاء عليه. أعرب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ونشد قنديل الشعب المصري قراءة الدستور ومراجعة مواده حتى يمكنه التصويت
عليه بإرادة حرة وبما يحقق مصلحة الوطن العليا. كما وجه قنديل الشكر للجمعية التأسيسية للدستور على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأشهر الستة الماضية، وقال إن الدستور الذي تم الانتهاء إليه سيكون خطوة كبيرة نحو استقرار الوضع السياسي في مصر، والذي سيسهم في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة لتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية. استقبل الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم وفدا من مجالس النقابات المهنية يضم ممثلين عن 13 نقابة، هي نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمهن الزراعية والمهن التعليمية والتمريض والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية. قرر مجلس نقابة المحامين إحالة النقيب سامح عاشور إلى مجلس تأديب، وذلك لمشاركته في الجمعية العمومية لنادي القضاء ولدعوته لتعليق العمل بالمحاكم، وهو ما أضر بمصالح المحامين وموكليهم. من ناحية أخرى، قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ ظهر اليوم إحالة النقيب ممدوح الولي إلى لجنة التأديب لمخالفته قرار المجلس والجمعية العمومية بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور. وقال بيان لمجلس النقابة إنه تقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة. قال المتحدث الإعلامي باسم حزب النور الدكتور يسري حماد إن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي قد تفاجئنا غدا بقرارات غير قانونية أو دستورية تساهم في تفجير الأوضاع بالبلاد. وأضاف حماد أن المحكمة الدستورية العليا تهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها والقفز على قرارات السلطة المنتخبة. كما دعا حماد الرئيس محمد مرسي لاستكمال تطهير الفساد والبدء بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية. انتهى عرض الأنباء. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. نترككم الآن مع بث مباشر من أمام جامعة القاهرة، فإلى هناك. على كيفك من دلوقتي لازم مرسي من دلوقتي.